بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم على عملاق اوبر. اوبر حطت العقدة في المنشار. يعني احنا اتكلمنا امبارح ان هي رحلاتها زي الزفت واسعارها ومش عارف ايه وحاجات كتير قوي، ودي دي حطت عليها ومش عارف ايه. النهارده بقى بترد علينا بان هي عملت نظام جديد او بنود جديدة للابليكيشن بتاعها. عاجبك توافق وتقول موافق وانت ساكت وحاطط جزم في بقك، عاجبك مش عاجبك خلاص. بس النهارده ان شاء الله جايبين لكم حل للتحديث ده، هخليه لكم كانه مش موجود خالص. المهم يعني تعال نشوف البنود ونشوف نفتح اوبر ازاي. بص، تيجي تفتح اوبر زي كده، تروح دايس يفتح معاك الابلكيشن، تيجي تدوس بد، مفيش، بيقول لك ايه الاجراء المطلوب. ندوس نشوف ايه عاوزين، ايه الاجراء المطلوب. انا بصراحه ما خدتش بالي من القصه دي، كباتن هم اللي بعتوا لي ونبهوني ليها، الشروط والاحكام ومش عارف ايه. بعد كده بقول لك نعم اوافق، لو دوست نعم اوافق هيقول لك تاكيد، هتدوس تاكيد وخلاص وتشتغل. لا طب انا عاوز اعرف الدنيا فيها ايه، لازم ابص اشوف البنود وايه الدنيا وانا اشتغل ازاي واعمل ايه. دخلنا على البنود ودخلنا على الكلام ده، بيجيب لك صفحه زي كده، بتدوس على البنود اللي هي اول واحده فوق دي، تروح دايس عليها فاتحها، بتبدا تحمل معاك، وبعد كده بيجيب لك الصفحه دي. تعالى بقى على رواقه نقرا الصفحه دي على السريع كده ونشوف هم عاوزين مننا ايه. بص يا باشا عشان تبقى عارف بس اوبر عاوزه منك ايه. دي اول حاجه فتحنا الصفحه دي وقربناها عشان هم كاتبينها بخط رفيع، يعني عارف انت الحرامي اللي بيعمل حاجه ومش عاوزك تاخد بالك منها قوي فبيكتبها لك بخط رفيع قوي. بص يا برنس، بيقول لك ايه، بنقر على مش عارف اوافق مش عارف ايه والاستماره والبنود والتحديث القديم والتحديث الجديد، شويه لعبكه في الكلام كده، عارف انت لخبطه في الكلام كده، هو عاوز يوصلك لحاجه بس هو بيلخبطك الاول. وبعد كده سيبك من ده كله، تعالى على ايه الحته الاخيره دي، أنت توافق وتقر بموجب هذا بأنه يمكنك أنت أو المستخدمين، أنت أو الناس اللي بتركب معاك اللي هم المستخدمين لأبليكيشن أوبر، تسجيل الصوت أو الفيديو للرحلات. يعني هتسجل صوت وصورة أنت أو العملاء، يعني سجل أو الشركة بتسجل. والأبليكيشن عامة في موضوع تسجيل من زمان بس هو كان مقفول، دلوقتي بيقول لك إن هو مفتوح وهيسجل لك كل الرحلات، وممكن يحط لك كاميرات في العربية أو أنت لو عاوز تحط كاميرا في العربية سجل ومفيش أي مشكلة، خلال ميزة داخل التطبيق أو باستخدام كاميرا مراقبة في السيارة. يعني أنت لو حطيت كاميرا مراقبة أو هم أجبروك إن أنت تحط كاميرا مراقبة مفيش أي مشكلة، يتم تشفير التسجيل داخل التطبيق وتخزينها. يعني التسجيلات دي هتتخزن داخل التطبيق على جهاز المستخدم او على جهاز السائق، ولا يتم مشاركتها. بقول لك ما ينفعش تنشرها على السوشيال ميديا او على اي حاجه او تنزلها في اي حته. بقول لك بقى بعد كده فيما يتعلق بحوادث السلامه مش عارف ايه والخصوصيه ومش عارف عاوز ايه، دوس هنا. سيبنا من ده كله، احنا جبنا المفيد. فانت من الاخر لو انت عاوز تسجل والشركه تسجل لك وكل حاجه، افتح ودوس اوافق، وكل الناس هتدوس اوافق والكلام ده. هو القصه دي كانت عاوزه وقفه حلوه من الكباتن كده، يوقفوا الابلكيشن ما يدوسوش اوافق لمده يومين ثلاثه بس. الشركه غصب عنها هتفتح الابلكيشن وتقول لك شلنا البنود الجديده والكلام ده. بس عامه الناس كلها، احنا في موسم والناس زنقه وشغل وقصاد عربيات وقصاد بيوت والكلام ده كله، فسيبنا من الحل ده عشان برضك الناس كلها مش هتوافق عليه ان احنا نوقف اوبر لكام يوم كده. فاحنا جبنا لك حل جديد، يعني الشركه بتقول لك هتسجل وعن طريق الابلكيشن هيسجل لك ومش عارف ايه. يا باشا سهله خالص، معاك رحله في اوبر اعمل حاجه بسيطه جدا. تعالوا هنقول لكم نعملوا ايه. بص ده هاند فري، طبعا مفيش كابتن في مصر من الكباتن اللي شغاله معهوش هاند فري بايظ. كل كام يوم الكابتن بيبدل الهاند فري ده كانه بيشحن الموبايل، كل شويه هاند فري هاته باظ مش عارف ايه. اي هاند فري مرمي عندك في البيت بايظ زي كده ملوش اي 30 لازمه. الهاند فري احنا بنسمع بدول ودول باظوا، تمام، هنروح ماسكينهم يا رجاله وقاطعينهم كده خلاص خلاص، رمينا دول. هيتبقى ايه بقى في الهاند فري؟ هيتبقى الوصله بتاعته الجميله دي، وهيتبقى المايك. طبعا اوبر عاوز تسجل بايه؟ تسجل بالمايك. ادينا قطعنا لك المايك، تمام. الهاند فري بقى فاضل فيه ايه؟ بقى فاضل فيه الحته دي اللي هي السوكت وحته السلك ملهاش لازمه. نروح ماسكين تليفوننا الجميل وحاطين السوكت زي كده، وهو طبعا لا سماعه ولا مايك ولا اي حاجه خالص، ومعلم ان هو ايه؟ ان هو اشتغل على التليفون. نيجي نسجل اي حاجه طبعا على الواتساب عشان تجربه، بس عشان تجربه للرجاله. فين الواتساب؟ ادي الواتساب. هسجل مثلا ايه لصفحتي الثانيه اهو، هسجل صوت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تسجيل اهو، ايه مفيش اي صوت ان شاء الله. سجلنا الصوت، بص جايب لي اشعار ايه، جايبه لي ان هو ايه
ولا اي حاجه، اشعار اللي هو ما فيهوش صوت اساسا. شلنا البتاع، نشغل الفويس الجميل، هوا 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 هوا، خلي اوبر بقى تسجل براحتها، هي حته وصله قد كده ظبطنا بيها اوبر. اي خدمه يا اوبر، انتوا اعملوا البنود اللي انت عاوزينها واحنا هنحل لكم الموضوع في ثانيه ولا اي كلام. الكابتن المصري ما يعني ما بيغلبش، دي فري كده بايظ. فروحت قلنا نعمل الكلام ده في اي خدمه، خلي اوبر بقى تسجل ما تسجلش، هو حركه مش حلوه يعني. هو الموضوع ده موجود في ديدي، موضوع التسجيل عادي شايفينه من بدري، بس ديدي بيقول لك اقفله او افتحه، لا كده اوبر بيقول لك احنا هنسجل واحنا وانت غصب عنك. مش عاجبك تسجل يا باشا، اغور في 60 دقيقه ما تشتغلش معانا وما تقرفناش، عاجبك خلاص انت معانا. هي اوبر ماشيه بالنظام ده واخدها بالعافيه، خلاص عافيه بعافيه بقى، مفيش اي مشكله. في ناس بتقول لك مفيش مشكله بالنسبه لي امان واسجل وزي الفل، وفي ناس تاني مش عاوزه تسجل، او في ناس تاني يعني كل واحد ودماغه، كل كابتن ودماغه. انت ليه تكبرني وليه تزنقني تحت ايدك ليه؟ فخلاص ادي الحل لقيناه والحمد لله، خلي اوبر تسجل براحتها بقى، براحتها خالص، وسلمها لله. اهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي وقول له اوبر اخبطي دماغك في الحيط، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.